السلام عليكم، هلو everybody، معكم احمد عاطف من قناه القاموس الانجليزي تعليم اللغه الانجليزيه. زي ما اخذنا في الفيديو اللي فات ان شاء الله اتخذنا الكويز او البازل، وهنبدا بحل البازل مع بعض في بدايه الفيديو، ثم بعد كده نكمل تعبيرات المصطلحات المهمه في المحادثه. تعالوا كده نمسك اول سؤال. This is Steven Jackson، وده حلنا المره اللي فاتت. Nice to meet you Mr. Jackson. يبقى اذا هنكتب في المربعات هنا فوق Jackson. Jackson. طيب رقم 4. Your test is tomorrow. الاختبار بتاعك بكرة. You haven't studied yet. انت ما ذاكرتش لسه حتى الان. You are running short of time. Short of time ده المصطلح التاني خدناه قبل كده. Short of time. يبقى هنكتب في رقم 4 فين؟ Across هنا. Short is H O R T of O F وتايم موجودة تحت. رقم 5. Let's stop driving and have dinner. تعال نوقف قيادة ونتناول العشاء. قالوا no let's keep going. لا خلينا نستمر، خلينا نكملين. يبقى نكتب keep going في رقم 5. keep K E E B going G O I N G يعني هنستمر هنكمل. طيب رقم 6. On the phone. الكلام ده على التليفون. بقول what time is the meeting؟ ايه وقت الاجتماع؟ Can I put you on hold? I'll ask my boss. انا هحطك بس هعلق المكالمة بتاعت حضرتك، اسأل بس المدير وابلغ. يبقى on hold. يبقى اللي ناقص هنا on hold. اجي في رقم 6 اكتب on o n hold h o l d. طيب بعد كده I'm a teacher. I am in charge of 50 students. انا مدرس، انا مسؤول مني 50 طالب. يبقى اكتب هنا charge of رقم 2 فين؟ هنا ايه؟ charge c h a r g e of o f. اخر سؤال عندي. if you my house tonight I'll give you the money. if you drop by. drop by يعني لو زرت المنزل بتاعي النهارده. I'll give you the money. هديك الفلوس. رقم 3 فين؟ وهكتب drop by d r o p by p y. ده حل اختبار او البازل بتاعنا بتاع الثلاث فيديوهات اللي فاتوا. اتمنى يكون البازل كويس وعجبكم واستفدنا يعني بشكل عملي، نقدر نطبق الحاجة اللي ناخدها نطبقها عملي، وديت اهم ما في الكورس. تعالوا بقى نكمل الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة. اول مصطلح معانا النهاردة هو How can I help you? How can I help you? How can I help you? يعني ازاي اقدر اساعدك. This is often used when answering the phone in a workplace. ده دايما بتنقال كطلب بيقال في التليفون او في مكان العمل لعرض المساعدة على اي شخص بيطلب مننا المساعدة. بدأنا مستر لي يكمل مع الشخصية بتاعتنا الريسبشنست، موظفة الاستقبال في الشركة. اسمها شخصية جديدة اسمها جيني جونز. جيني جونز is our receptionist. يعني هي موظفة الاستقبال بتاعتنا. فيبدأ جيني جونز تبدأ تتكلم. Good morning Liz Lightning. How can I help you? Good morning Liz Lightning. How can I help you? حد في بيتصل على الشركة عشان الناس اللي مهتمة اللي شغالة receptionist في أماكن كتير، سواء في فندق أو في مستشفى أو في أي مؤسسة، تبدأ تتعلم إزاي تتعامل لو حد اتصل بالمؤسسة اللي حضرتك شغال فيها. فتبدأ تقول التحية سواء good morning good evening good afternoon، وتبدأ تعرف المكان اللي انت فيه وتقول بقى عرض المساعدة اللي هو المصطلح بتاع النهاردة. How can I help you? How can I help you? ازاي اقدر اساعدك. More examples. مثال اولاني. Good afternoon ABC marketing. How can I help you? مساء الخير. او مساء يعني good afternoon تقال في تحيات بعد الظهر. ABC marketing يعني ABC marketing للتسويق. ABC للتسويق تقدر تساعدك. مثال اللي بعد كده. IMG computers. This is Mary speaking. How can I help you? زي ما انتم شايفين كده IMG computers يبدأ ينوع شوية في عملية المحادثة. IMG computers يعني IMG للكمبيوترات. This is Mary. هي اللي بتتكلم مع حضرتك. ماري ازاي اقدر اساعدك فاضل. ده مصطلح النهاردة. How can I help you? المصطلح التاني معانا النهاردة هو It's for you. It's for you. The caller wants to speak to you. It's for you. The caller wants to speak to you.
It's for you. يعني it's for you يعني التليفون ده عشانك. يقال لما حد يتكلم في التليفون وطالب حد تاني موجود في المكتب، موجود في الشركة، موجود حتى في البيت. يعني حد مثلا بيرن عليا وعايز مثلا حد في البيت، فهقول له ايه؟ Hey, it's for you. يعني التليفون ده عشانك. يعني مثلا انا احمد، اخويا مثلا محمد، ففي تليفون جاله محمد، فقول له محمد it's for you، يعني التليفون ده عشانك، كلم. ف it's for you يعني التليفون ده لأجلك، it's your wife، دي زوجتك، وبتوجه الكلام لمستر لي. فبيبدأ مستر لي يبص لها ويبدأ يكلم زوجته عادي ويكمل الكلام عادي. مصطلحات يعني أمثلة، more examples. المثال الأولاني يقول could you ask Chris to come to the phone؟ it's for him، it's his mother. Could you ask Chris to come to the phone؟ ممكن تطلب كريس يجي التليفون عشان يشوف مين؟ It's for him. ده دي التليفون ده عشانه. It's his mother. ده دي مامته. مثال كمان، The phone is ringing. I'll get it. I think it's for me. The phone is ringing. يعني التليفون برن. أنا هجيبه. أعتقد ده عشاني، أو المتصل ده متصل بي. ده مصطلحين بتوع النهاردة. أتمنى يكون عاجبينكم. لو في أي اقتراحات أو أي أسئلة بخصوص أي حاجة في خصوص الكورس بتاعنا، نزود نوضح حاجة بطريقة معينة، أتمنى الناس تتعلق في التعليقات وتقول نفسها نعمل إيه، وإن شاء الله أحاول قدر الإمكان أوفرها لحضراتكم بحيث الاستفادة إن شاء الله تبقى أكبر بإذن الله تعالى. وفي النهاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. See you next time.